السلام عليكم اخوتي، كنتم لاباس بخير؟ مزيان مع راسكم كلشي وهداك. معكم نوردين من مدينه برشلونه، اللي كان عايش في مدينه حد غربي ابو مدينه قبيله حد غربيه كروز، ولا كان شي واحد يعرفه؟ كان ضمن شي شي واحد يعرفه. المهم طنجه الشمال. اليوم جاي نهضر لكم على داك الموضوع ديال البرلمانيين، ديال الخطاب. عندما نهضر على الخطاب ونبدا بهذه الهضره هذه، الله يرحم سيدنا الحسن الثاني، شنو نقول لكم اخوتي؟ مع داك الملك هذاك عشنا الجفاف، عشنا بزاف الحوايج. كان واحد الملك صريح، فهمتي؟ كان في ايام اللي كان الجفاف كانت الازمه، قال لهم هذا العام هذا ما تشريوش العيد. يعني كنا عايشين بالبيصار وخبز داتاي وزيتون، والحمد لله شو تبارك الله قداش ولينا الوالدين، فهمت؟ كانوا عندهم خمسة، يعني كل أي دار كتدخل كتبقى خمسة ستة الدراري، فهمت؟ يعني شي حاجة عادية كانت في المغرب هذيك، وعشنا الحمد لله وكبرونا والدينا وبالبركة رحنا عشنا بها، اللي ما بقاتش تسمى في المغرب هذه البركة هذي. نجيو نهضروا على حسن الثاني دابا، فهمتي؟ أنا مش عصبني، أنا فهمتي، أنا بحال كيقولوا عياشي، ماشي عياشي ولا كذا، أنا مع الحق. انا بحال دابا ما كنت مؤيد الملك، حتى انا فهمتي اعتبر راسي وطني وداك الشيء هذاك، ولكن هذا الملك ما مؤيدوش، ما مؤيدوش، ما قايمش بشغله. النقطه النمبر 1 خصها تكون في هذا البرلمان هذا هي حياه والناس اللي ماتوا في البحر. هذه النقطه النمبر 1. خلينا من داك المسؤولين، دير شغلكم، هذاك من نفس الحريره. يعني خطاب العرش الاولاني انا كنت كنتسناه، لا سي خطاب العرش هذا الاخراني، لا الاخر كنت كنتسنى كنتسنى داك الخطاب اللي كان المغرب ترون حراك الريف وداك الشيء. كان المغرب ترون شويه، فهمت؟ وكاع المغاربه كانوا يتسناو داك الخطاب ديال الملك، وداك الساعه ما قال والو، والخطاب الثاني ما قال والو، هذا الخطاب هذا كاين والو. يا اذا جنوا اخوتي، انا التأييد ديالي ما بقاش مع هذا الملك هذا، الله ينصر سيدنا. يعني سيدنا الله يرحمه محمد الحسن الثاني، شنقول لكم؟ هذا قال واحد الهضره، هذا قال المغرب ولا كان يعني بالحضاره والتحدث ان بنادم يولي فيه قله الحياه والتبرج والعري، اللهم خلينا نعيشوا في القرون الوسطى. هادشي اللي كاين، وهذا الكلام هذا ديالو صحيح، خلينا نعيشوا هذاك العيشه اللي كان داير لنا الحسن الثاني. بعدا فينا واحد بعدا نكونوا عايشين بعدا المغاربه كرامة ومعروفين بالشهامه والرجوله. اما دابا باش معروفين بالتزوميله والسلام، ويجي يقول اللي باغي يحويجي، اللي باغي يحوي الدراري، حاشاكم على هاد الهضره هادي. اللي بغى زمان ينيك البنات يجي المغرب، اللي بغى ينيك الدراري صغار بيدوفيل يجي المغرب، ودار لهم ديسكوتيك، دار لهم شراب، الشراب كيتباع ولا بالعلالي في المغرب، والعرا ولا بالعلالي، والقحاب بالعلالي، والزوامل بالعلالي، وهذا الشيء هو الحداثه والتقدم. فين هذا الحداثه والتقدم؟ هو بنادم 300 اورو ما كيلحقهاش 300 الحدث. وانا فهمت شنو نقول لكم، يعني ونكونوا معنا صريحين، المعيشه في المغرب غاليه غاليه. لا انا فهمت، انا عايش في الاوروب، من الماكله فهمتها انا اخوكم، فهمتي؟ فطر قهوه وجبيضات والعسل والزيت وكذا وتوشيات والقلسة والطراسة، وانا مع الكلب ديالي هنايا. هادشي هذا كامل مقيوم عليا بجوج اورو 50، يعني جوج اورو 50 شحال هي؟ 25 درهم. 25 درهم ما نعرف واش هادشي، يعني جيت قارن مع المغرب قلت تقريبا هادشي اللي القهوة يتقام عليك 6 درهم 7 درهم، بيضات ما نعرف شحال يعدلك، ولكن هي هذاك نفس المعيشه. ولكن هنا كتخلصوا كثر اخوتي، فهمتي؟ تما 300 الاور شحال تعمل لك، واللي كيتخلص 300 الاور. يعني النقطه نمبر 1 اللي كان خصو يهضر عليها الملك هي حياه والهجره السريه والناس في حق الناس اللي ماتوا. هنا كيديروا واحد دقيقه ديال الصمت، دقيقه ديال الصمت، وتما خصهم يسكتوا مره، ما يهضروش على اللي وقع تما في المغرب على الناس اللي ماتوا، ويهضر على المعتقلين ويفرج على المعتقلين وبزاف ديال الحوايج. دابا شنو اخوتي؟ فهمتي؟ حنا ماشي زعما حنا ضد الملك ولا ضد الشعب ولا ضد الوطنيه ولا كذا، راه تباق مأيدين هذا الملك هذا، كنتسناو منه يا ربي يخرج منه الروح. لان شوف باش تكون فهمتي توجه الى شعب تكون كاريزماتيك. اشني كاريزماتيك؟ الملك الحسن الثاني، انا ندير لكم مقارنات. الملك الحسن الثاني واش شفتوه اخوتي عمرو شبر شي ورقه في يده وبقى يتهج عليه؟ والله هو الملك يهز ورقه ما كيشوفش الفوق،
كيشوفها في الورقة وغادي كيتهجى بحال شي دراس صغير، ما كيخرجوا الأستاذ يقرأ على شي بويما ولا شي حاجة بحال هايدا، يقرأ على شي حاجة ويشوف واش عارضة ولا لا. أنا خوتي كنشوف تما واحد التناقض بزاف. أنا كنشوف بأن الملك راه ما يجيبش الحلول. ما فهمتش أنا المغرب هذا ويمسي يتبدل. أنا صافي قطعت ياسين المغرب، أنا ما رجع شي، ما رجع شي وما رجع شي، يعني ولا كانت عندهم شي مقبرة إسلامية هنا يطمروني وصافي. لا حاشا لله أن تطمر في المغرب ديالنا. ولكن فهمتش غنقول لكم، يعني ما بقاش عندنا ذاك الحلم العودة للوطن، ديك حلم العودة للوطن ما بقاش اخوتي، فهمت؟ يعني شحال من واحد كيجي لهنا لاوروب كيبغي يدير شي حاجة ولا المهم يجمع راسه شوية ويشوف يهود المغرب يدير شي مشاريع ويوقف بلاده وداك الشيء هذاك، ما بقاش عندنا ديك الفكرة. انا حاليا ما عنديش ديك الفكرة هذاك، عايش باغي نعيش مع هاد الكفار هذا. الكفار بحال اللي كتقولوا نتوما هاد راه مسلمين اخويا، الله يلا عاطينك الحقوق ديالك، عاطينك الشوماج ديالك، الطبيب ديالك. انا عايش دابا فهمتي نوار، ما خدام كنبيع نشري وما كنعطي لا ضرائب لا والو، وخليني ترونكيل وكل شيء ترونكيل وعالم. ما في حال، ماشي بحال فرنسا، انا في سباليون دابا، ماشي بحال فرنسا وبلجيك داكشي مزيره في قضيه الاوراق عادي تجيب لها اوراق. مرحبا بك هنايا، يتهلاو فيك كاين ما يدار، يعني ارزق بيد الله. صافي يا خوتي، وانا فهمت جايب دابا 21 تقريبا 20 سنه ديال الغربه، جيت صغير لهنايا. ولكن تعال نقول لكم اخوتي، فهمت؟ دايما كان عندي لكم الحلم ديال العوده ونشوف البلاد مزيان ومتبع الاخبار طقطق. السلام عليكم، وكنسمع الخوتي المغاربه اللي تما الدراري الحومه شنو كيفاش واقع لهم تمايا. وانا كنقول هذا الملك هذا بقى يخربق علينا هيدا، كيحسبنا بان احنا المغاربه حمير. قطع امها هذاك الورقه هذه، قطع امها هذاك الورقه هذيك اللي كتقراها، قطع امها. حل عينك في الكاميرا في الشعب، حل عينك في شعبية العزيز، بحال اللي كان كيدير الحسن الثاني، رجل على رجل ويشد كازا ويكميها ويهضر عادي، هضر معانا عادي فاس فاس. خلينا من الورقة، خلينا من الورقة والتكوين المهني والتجنيد الإجباري. حياتك حياة ما مش النقطة النمبر وان، خصها تكون بورية اللي ماتت شهيدة والناس اللي ماتوا في البحر. أنا استعصبت أنا دابا صافي، أنا مشالي ما بقاتش مأيد هذا الملك هذا. علاش حيت ما ذكرهاش وهادشي هذا؟ علاش 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 اخوتي؟ والله الا حشومه عليه، حشومه عليه. قطع داك الورقه وهضر معانا، راه حنا الشعب ديالك، حنا ولا كنتي فهمتي كنتي معانا، راه حنا جنود موراك. امر حنا نغامرو بحال اللي كيقول دغولي، امر حنا نغامرو معاك فهمتي. ولكن خلينا من الوراق والحكومه والبرلمان يديروا شغلكم، هذوك راه ما يديروش شغلهم. انت شحال الخطابات درتي انت؟ هذه الخطاب الثالث اللي كتقول المسؤولين يديروا شغلهم، واش داروا شغلهم؟ تبدل شي حاجه في المغرب؟ تبدلت الرشوه؟ تبدلت داك الشيء ديال القمع وهذا؟ ما تبدل والو. الشعر كازا، كازا هضرت عليه. خليها على الله وصافي، خليها على الله. السلام عليكم اخوتي، تهلاو في راسكم.